إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب مدينة بن سليمان. فسكان مدينة بن سليمان يتضامنون مع ضحايا زلزال الحوز للتخفيف من معاناة الأسر. شيء جميل جدا، شيء رائع، شيء مثير للغاية صراحة. فتمغربة الحقيقية الإنسانية في أبهى تجلياتها هنا في مدينة بن سليمان. عرفتي داك الشيء تبارك الله مانيفيك، داك الشيء كيف ما ذكرت مانيفيك، عجيب جدا كيفاش الناس جاوا، كيفاش كيتضامنوا، شحال جابوا ديال الحوايج. فرائع جدا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، كل شيء موجود، المانطاد، الزرابي، السكر، اتاي، الزيت، الدقيق، الحليب، الفرماج، الفرارة. نشوفوا هذا المشهد رائع وجميل جدا، كاكس، الكرارس، فرائع صراحة. شيء هنا التمغربات الحقيقية، هنا الأشياء الجميلة والأشياء الرائعة مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. شوفوا معي هذا الخشب، فأشياء رائعة مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أمامكم المشهد، مشهد رائع ومشهد جميل جدا. ف إخوان اللي واقفين وصارين على هذه العملية، الله يعطيهم الصحة، الله يسهل عليهم في هذا النهار. شيء جميل جدا، شيء رائع. فبلاتي السي رشيد الله يعطيك الخير، يعطيونا الإخوان شي كلمة. بلاتي أستاذ، بلاتي أستاذ، أستاذ. إذا الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، الناس اللي تبارك الله، إذا الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، شيء جميل جدا كيف ما ذكرت، وشيء رائع. لا تنتوما، تنتوما تستحقوا، لأن تنتوما تبارك الله الفكرة، وقفتوا ليل نهار، فشيء عادي جدا. إذا الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، صراحة مغربيات الحقيقية. فهاد الناس سهروا، كيباتوا هنايا، كينعسوا هنايا، شيء جميل جدا. روح المواطنة وروح ديال التضامن. فتبارك الله ما شاء الله، كل شيء موجود، الزرابي، المانط، الماء، الخبز، أتاي، السكر، المانط. فشيء جميل جدا صراحة وشيء رائع. هنا كيف ما ذكرت مغربيات الحقيقية، الله يعطيهم الصحة هاد الناس، الله يعطي الصحة للساكنة ديال بن سليمان اللي تضامنات مع ضحايا زلزال الحوز. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أمامكم الصورة مشاهدينا الكرام على المباشر. فشيء رائع وشيء جميل جدا كيف ما ذكرت مشاهدينا الكرام. هكذا هي الأجواء. الله يعطيك الصحة، تبارك الله عليكم تنتوما، الله يعطيكم الصحة. فشيء رائع وجميل جدا. بلاتي أستاذ، اسمح لي الله يحفظك أستاذ. فغادي غادي غادي ناخذ شي كلمة من عند الناس اللي واقفين وصاهرين على هذه المسألة. نبدأ من 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 نبدا من اليمين، نبدا من نبدا كلكم تعطوني كلمة، الله يعطيكم الصحة. كلمة للمشاهدين ديال قناة شوف تي في، كيشوفوا بالآلاف دابا على المباشر. السلام عليكم، وكنشكروا قناة شوف تي في، وكنشكروا جميع المواطنين، سكان مدينة بن سليمان، من سكان، من جمعويين، كل شيء. هنا دون كاسكيت ما كاين حتى شي واحد عنده شي انتماء هنا، هذا الشيء كله دعم من السكان، سواء اللي عنده، سواء اللي ما عندوش، سواء كل شيء. الناس ضحات بداك الشيء اللي عندها، ساهمات من اجل بعض الدعم اللي هو بسيط في حق دوك الناس. وكنترحموا على جميع الناس اللي توفات في هذه الفاجعه، حنا صراحه كل شيء مفجوعين، ماشي غير هما، والله يرحمهم والله يوسع عليهم ضيقات القبور، والله يجعلهم من اهل الجنه ان شاء الله. تفضل يا استاذ، تفضل، الله يعطيك الصحه. شي كلمه انت من بين الناس الواقفين ديال النهار، الله يعطيك الصحه. والحمد لله هذا الشيء كيبين هذا الشيء كيبين على تضامن المغاربه، على الحس الوطني اللي عند المغاربه، على الكرم اللي عند المغاربه. حنا ما كناش كنتوقعوا هذا الشيء، الحمد لله هذا فضل من عند الله.
اللي كنبغي نقول للناس هو هذه الامانه حنا يعني غادي نوصلوها للناس اللي هما محتاجين وغنوقفوا معاهم تما وغنضامنوا معاهم لان حنا درنا راسنا في راس هذوك الناس. كان ممكن حتى حنا يوقع لنا بحال داك الشيء، كنا ممكن حتى حنا يوقع لنا الزلزال لا قدر الله يعني، فهذا تضامن وما غيكونش غير هذه الحمله يعني، لان الحمله مازالت مستمره متواصله ان شاء الله الرحمن الرحيم في جميع ربوع المملكه. والله يتقبل من عند الناس كاملين والله يجعل هذا العمل خالص لوجهه الكريم. وهذا العمل كما قلنا راه غنطلقوا من هنا من مدينه بن سليمان الى المناطق اللي هي مضروره. وشكرا لكم على التغطيه الاعلاميه. شكرا الله يعطيك الخير والله اللي غادي يخلصك من سيد عيب. تفضل سيد عيب ما ناقشوش سيد عيب وعاد نشوف سيد شيخ. انت تبارك الله راك ناس من الناس كبار اللي وقفوا وتقاتلوا على الفكره. بعدا الفكره بعدا انت والسي كمال والاخوان راه فكره رائعه. مرحبا. تفضل السي فهد. وهو هذا العمل تبارك الله راه كاع المغاربه قايمين به. احنا في اطار المجتمع المدني مع هاد الافاضل اللي كتشوف ذكور واناث تبارك الله بعيدا عن كل غطاء لا نقابي ولا حزبي ولا حتى جمعوي، ارتأوا على انهم يقوموا بهاد الحمله ديال جمع التبرعات. اكثر من ذلك جات الفكره ديال الاخوه والاخوات اللي معنا كاملين باش نديو شي حاجه كتبقى اضافه بالنسبه للناس المتضررين. فبطبيعة الحال بعدنا عدنا المواد الغذائية ولكن مشينا كثير الأغطية والأفرشة والملابس الشتوية والأحذية، ومشينا كذلك الأواني المنزلية العادية بحال الأفرنة بحال يعني مشينا حتى لذاك البوط اللي غادي يلبس الإنسان تما كنايا. وبالتالي هناك مجموعة من اللوازم اللي تبرعوا بها الناس هنايا في هذه المدينة العزيزة اللي غادا تشكل واحد النوعية، بالاضافه الى اننا غادي نمشيو تما كاين ما غاديش غنحطوا ونجيو، غادي يكون لقاء مباشر مع المتضررين لان هذا هو الشرط ديال الجميع هنا. اكثر من ذلك حنا غنمشيو نعيشوا معاهم، حنا بغينا نجلسوا معاهم واحد 3 ايام ولا 4 ايام اللي غنعيشوا معاهم وغادي نتصنتوا لهم وغادي يعني نحاولوا نواسيهم بالطرق اللي غنقدروا عليها. كنتمنى على اننا من القلب على ان هذا الخير اللي داروا الناس ديال المدينه هنا على انه يوصل للوجهه ديالو، وحنا غنديروا ما يمكن والله اللي غادي يراقب كل شيء. اللي فهمت من كلامك السي فهد بان هذا الشيء اللي دامت في ساكنه بن سليمان غيوصل الناس، ما غيمشيش شي مدرسه ولا لا لا شوف هذه نقطه مهمه شوف ولا ما يمكنش نقطعوا 400 ولا 500 كيلومتر ونوصل تما ونعطيه لرجل السلطه ولا نعطيه لاي واحد. انا خاصني نشوف المتضررين وإلا ما شفتوش حنا غنقلبوا عليهم، حنا غادي عندنا وسائل ديال النقل ديالنا وغادي حتى واحد ما غياخذ لينا. راه الجميل الاكثر في هذا الشيء هو ان هذا الخير اللي كتشوف مشاركه فيه 3000 ولا 4000 سليماني، يعني ماشي واحد شاريه وغادي وعنده هدف اخر. هذه صدقه وهذه يعني واحد المعاونه ديال كل شيء. نهار غادا تقلع هذه القافله غدا في الليل ان شاء الله فهي قافله ديال جميع السليمانيين. وانتم كتشوفوا تبارك الله الخير والبودره ديال الشباب الله ينورهم والله يخليهم. الله يعطيك الصحه سي فهد. سي هشام تفضل معايا. السلام عليكم. وقيله كيبان لي ما بقى لي ما نضيف كل شيء قالوه الاخوان كل شيء قالوه. اللي نبغي نقول هو الشكر، انا غادي نشكر الناس والساكنه ديال بن سليمان كيف ما سبق وقال السي بوشعيب. حنا ما عندنا جمعيه ما كنضموا لشي حزب ما عندنا حتى شي حاجه. الساكنه ديال اقليم بن سليمان هما اللي مضامنين وحنا غنسخروا لهم غنوصلوا الامانه كيف ما قال سي بشعيب على اكمل وجه. وكنتمناو الخير ونوصلوا بالسلام وعاش الملك محمد السادس. وحنا كاملين تحت اللواء ديالو. السي ورده راه قايم بالواجب ديالو، السي بشعيب، السي كمال، السي سعيد، السي العبوري، السي حمزه، الجنود الخفاء كاملين، انوار، الشيوي، الشيوي كامل، الاخوات تصور معنا، التلاميذ والتلميذات ديال الثانويه ديال الحسن الثاني كلهم معاونين معنا. واحد النقطه اللي كومونتير بزاف هنايا لان كيتابعونا تبارك الله. مرحبا مرحبا. كيركزوا على الاتات والاواني. حيت هذوك الناس ضاعوا لهم المنازل ديالهم وضاعوا لهم كما كتشوف الاواني قراب البيت ما بقى والو. حنا كنحاولوا نديو لهم شويه ديال الاواني والافرينه بزاف الحوايج اللي نقدوا عليه الساكنه راهم كيجيبوها لينا. كاين اتصالات السي هشام وكاين اتصالات مع الناس اللي تما. كاينه مجموعه ديال الاتصالات مع الناس اللي هما متضررين. نسقنا وطلبنا منهم البارح يعني كان واحد اتصال مباشر مع الساكنه ودرناه في الصونو. يعني شنو خاصكم؟ قال لك اودي اش خصنا؟ راه خصنا واحد المجموعه من الاشياء اللي حنا ما عندناش، وحنا كنبارطاجيو هادشي مع الساكنه والساكنه كتفاعل كتجيب لينا داكشي
والحمد لله هذا شوف هذا الشيء راه داخل الازمه داخل كتكون منحه ربانيه اللي عطاها لنا الله تبارك وتعالى. هي هاد المغاربه راه واحد الشعب راه رغم المشاكل ورغم الانتقادات ورغم مجموعه من الاشياء اللي كتقال وهذا الا كيبقاو مني كنحسوا بهذا الشيء وكنوقفوا على هذا الشيء وكنشوفوا الناس. كاين دري صغير كيقراو في الجو عندي دراري صغار كيقراو هنا في الابتدائيه عمو شنو جبدوا 10 دريال هذيك 10 دريال راه 10 دريال راه ما فيها شي حاجه اللي هي راه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ماذا يقول؟ راه درهم في الصدقه سبقت 100,000 درهم، راه قدر واحد يعطي درهم احسن من واحد يعطي 100,000 درهم، واحد ما عندوش وكيعطيك ودري صغير، يعني الحمد لله البلاد باقي فيها الخير، والخير في الامه ديما كاين الحمد لله هذا فضل من عند الله، والله يتقبل والله يعاون جميع الناس والمتضررين حتى هما، حنا راه معاهم قلبا وقالبا. الله يعطيك الصحه الله يعطيك الخير. تفضل سي كمال. مرحبا بك على قناه شوف تي في. شكرا سي هشام. ما نعيش انت بعدا. ماشي مشكل، هذا واجب كنقوموا به. اللي غنقول بعدا الله يرحم اللي ماتوا، هذه الاولى، والله يصبر الناس اللي باقيين حيين والله يكون معاهم. اش غنقول لك؟ احنا في هذه القافله هذه حاولنا نركزوا على الحوايج التقنيه اللي بغيتي تقولها سي هشام. الا ضربتي واحد الجوله هنا عندنا في ليطونت غادي تلقى الافرينه الغازيه مع البوطات ديال الطياب غادي هاد افرينا سي كمال راه ما كاينينش بزاف المدن. والله الا برافو عليكم. حنا لحد الساعه تقريبا قربنا نكملوا واحد 20 فران ديال الغاز وغنوصلوا ل 30 ان شاء الله. عندنا دابا 44 بوطه ديال الغاز. عندنا المسائل ديال الكوزينه كامله حاولنا ندبروا المعنات اللي ساهموا بهم المواطنين. بالاضافه انه بعض المحسنين طلبناهم غيجيبوا لنا ضالوات. هاد الضالوات لاش؟ هاد الضالوات غادي مكرهناهمش يكونوا كخاش ولا يكونوا مدارس متنقله لهذوك الوليدات، لانه المدارس طاحوا. ممكن انا من نهار تبنى هذاك الضالو يدار فيه كراسه ها هو وليداتي بغاو يقراو، بالاضافه الى الملابس والاغطيه البيموات كما كتشوف النموذج. يعني باش نقول لك واحد القضيه، راه الحمد لله هذا التضامن اللي كتشوف المدينه. ايماجين معايا سي هشام انه الساكنه دارت نقط تجميع في ديورها وكتجمع وكتجيب تحط عندنا هنا الساكنه. تا هما بداو يديروا نقاط تجميع في المنازل ديالهم، وملي كيجوا كنصيفطوا السيارات نهزوا داك الشيء نجيبوه لهنا. الحمد لله راه كنقول لك هنا غنقربوا نوصلوا لواحد 30 طن ان شاء الله ديال هاد السلع. كنقاطعك سي كمال، واحد كاين بزاف لي كومونتير ايضا سي شعيب، قال لكم الله يرحم الوالدين غدا ملي توصلوا حاولوا تعتمدوا على دوك الدواوير اللي كيمشيو لهم غير الحمير والبغال، لانهم الناس ما واصلينش داك الشيء، لان السيارات والكميات كلهم كيمشيو للبلايص اللي ممكن. انت شتي حنا غادا بالاضافه الى هذوك الرموكات اللي غيمشيو والسطافيطات والكميوات، غادا كذلك البيكوب. علاش دوك البيكوب؟ لان ملي غنستقروا حنا في واحد البلاصه اللي غتكون قريبه من مجموعه من الدواوير، غادي نبداو نتنقلوا. وحتى كاع انا كان اتصال عندي بشي حد من تما كاين اللي قال لي السيارات واحد الوقيته خاصك تمشي على رجلك كيلومتر ونص. حنا هضرنا معاهم على اساس انه ديك كيلومتر ونص هما يجيونا بالخير بالدواب ديالهم ويشارجيو ويديو. وبالتالي حنا دابا الهدف ديالنا هو تكون تعميم وهو تكون اضافه باشياء اللي ما داوهاش قافلات اخرى. كاين الكرارس ديال داكشي رائع. واحد النقطه سي هشام اللي خاصك تعرف هو ان القافله سي ورده ان هذه القافله ماشي غتمشي وتوصل ونحطوا داكشي ونرجعوا. هذه القافله غادا تدوز 4 ايام تما، غنجلسوا معاهم 4 ايام بالطيابات ديالنا بالوليدات بكل شيء حتى نوزعوا تجي يوصل لهذا الشيء بين ايدي الناس. عاد غادي نمشيو ان شاء الله، ما غنمشيوش نحطوه ونرجعوا. غادي الطاقم كامل غدا ان شاء الله مع 12 ديال الليل باش نوصلوا في الصباح ان شاء الله بكري تما باش نعرفوا هذاك الشيء في واضح النهار باش بلا ما يلقانا الليل قدامنا. واخا ملاحظه الساكنه ديال بسي من غدا ملي غتهزوا هادشي ان شاء الله اللي بغى يجيب شي حاجه غيبقاو هاد الدالوات. احنا ما الدالوات ما غيتحيدوا حتى نهار الخميس، غنشارجيو حتى نهار الخميس عاد يتحيدوا هادو ان شاء الله. واللي بغى يجيب شي حاجه اخرى باقا اليوم وباقا غدا ان شاء الله. احنا باقا من بعد زعما من بعد الامكانيه ممكن تكون قافله ثانيه ان شاء الله الا كانت الامكانيات. غنخليو ممكن نخليو ناس اللي عاودوا يجمعوا هذاك الشيء
ويشدوا من عندنا السلعه اللي غادا تعاود تمشي قافله اخرى عاوتاني. انا غير ديالك واحد النداء، هذا النداء لساكنه بن سليمان خاصه النساء ولا الرجال اللي بغاو يجيو يعاونونا هنايا. يعني حنا الان كندير واحد العمليه ديال تنظيم دوك الملابس ديال الدراري الصغار بوحدهم، فرز ديال العيالات ديال كل حاجه. هذا نداء للناس اللي كيشوفونا من ساكنه بن سليمان، نداء باش يجيو يعاونونا هنا. الله يجازيكم بالخير حيت العدد كبير وحنا بغينا ان شاء الله نمشيو داك الشيء مقاد ومصوب وكله مزيان ان شاء الله. طبعا ديالنا غادي كامل مكمول بالتمر. واحد الملاحظه، هو نداء كذلك واخا مشينا دقينا الباب مباشره عند الناس اللي عندهم النقاط ديال جمع التبرعات. راه كاين الناس اللي عندهم وما عندهمش ترونسبور، حنا طلبنا منهم الا بغاو يلتحقوا بالقافله ديالنا اولا يديروا عمليه الفرز باش يحيدوا داك الوسخ وداك الشيء. حنا حشومه نديو شي حاجه مسخه لهاد سميتو، وملي غادي الى غادي يجيو عندنا راه حنا اختارينا الوجهه، يعني الوجهه عندنا غادي يجيو يمشيو معنا. الهدف شنو؟ الهدف هو اننا نوصلوا شي خير للمتضررين. حنا من بعد البحث والدراسه والاتصال المباشر مع الناس اللي تما كاينايا، لا السلطات المحليه ولا غيرهم من المواطنين، رصينا على واحد المكان اللي منه غنستطاع على اننا نوصلوا لاكبر عدد من المتضررين. وبالتالي اللي بغى في بن سليمان حنا كنقولوا ساهموا فين ما بغيتوا، ما هو عيني ساهموا في اي بلاصه، ولكن اللي ما عندوش ترونسبور وبغى يجي عندنا خاصو يجي عندنا قبل وبشروطنا، لاننا ما يمكنش نشدوا الطريق ببعض التبرعات اللي ماشي في المستوى. حنا بغينا نمشيو نفرحوا دوك الناس قدر الامكان. اذا هذا نداء الكل. نداء. شكرا 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 لكم. الله يحفظك. شكرا لكم. اذا ما نساوش الطاقم، فالناس كان لهم سي انوار، سي برشا، الاستاذ سي حمزه، تفضل اللي بغى مرحبا به، لان هذا شيء جميل جدا. سي حمزه كريم الله يعطيك الصحه. لا 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 كل شيء قالوا. برافو عليك، انت واقف كل يوم. برافو حمزه، معروف لك تبارك الله نضال ومعروف لك. سي برشا تفضل معنا. مرحبا. اولا شكرا لكم وتعازينا القلبيه للضحايا زلزال الحوز، والله يكون في عون الناس اللي مازالين على قيد الحياه. وحنا راه كنقول لهم حنا راه معاكم، ماشي حنا كافراد وانما حنا، ولكن حنا كساكنه مدينه بن سليمان كمغاربه، مغاربه مخلصين، مغاربه كيغيروا على هذا الوطن الحبيب ديالهم. حنا كيف ما كتشوف راه غاديين في العمليه على ما يرام بالشكل اللي هو مضبوط، وبالشكل اللي هو الاخوان اللي كانوا كيشتغلوا في قوافل من قبل كرسوا ديك الخبره ديالهم وكرسوا ديك المعرفه ديالهم في سبيل انهم يتعاونوا مع خوتنا في اقليم الحوز. فما غاديش نزيد بزاف على الكلام اللي قالوا الاخوان والاخوان اللي مشرفين معنا على هذه العمليه هذه. اللي بغيت نقول للساكنه ديال مدينه بن سليمان، الامانه ديالكم هي في حفظ الصون، غادي توصل للناس ان شاء الله. واللي بغيت نقول لهم مره اخرى ان الخدمه غادي توصل، الخدمه غادي توصل من اللي غادي نوصلوا نحطوا رجلينا حنا تما، عاد تبدا عندنا الخدمه مره اخرى، غتبدا عندنا الخدمه عاوتاني ازيرو، غادي نبداو خدمه اخرى، غادي نبداو نوزعوا بشكل مضبوط، اننا غادي نحرصوا على ان يكون داك الشيء زعما من اليد لليد للضحايا ديال المتضررين من هذا الزلزال هذا. فما غاديش نطول بزاف، كنتمنى ان يكون الجزاء والاجر جزيل لكل من ساهم بالقليل او الكثير في هذه القافله هذه. وشكرا لكم كذلك، كتلعبوا واحد الدور كبير انكم كتوصلوا المعلومه، انكم كتعاونوا في التعبئه للناس، كتعاونوا ان الناس يساهموا في الخير، فشكرا لكم. كنشكر السلطات المحليه كذلك اللي مواكبه معنا هذه العمليه يعني بشكل مستمر. شكرا لاي واحد ولو عطى حاجه قليله. شنا مجموعه من المبادرات اللي دمعات لنا العين فيها، اللي توشاتنا في القلب ديالنا، فشكرا لكم بزاف وشكرا للجميع. شكرا سي برشا اللي خطيك. اجي معايا سي نور، نعطيك صوره انا. تفضل تعال اجي. السلام عليكم. اولا شكرا على شوف تي في. صراحه احنا من نهار اثنين وحنا هنايا حتى اليوم ان شاء الحمد لله جمعنا بزاف، يعني تصدمنا في الناس والله الحمد لله. مازال الخير في البلاد، مازال الخير في البلاد. تصدمنا في الناس بن سليمان، لكل واحد باش كيساهم، كل واحد المساهمه ديالو. ها تما كما كتشوفوا كاين اللي جايب فراران، كاين اللي جايب بوطات، كاين اللي جايب الحلوى، كاين اللي جايب حتى الكرات نخاوي، حيت قلنا البارح الكرات نخاوين غير باش نستفوا فيهم السلعه. وكما كتشوفوا هما هنايا البنات كيقراو في الليسي الحسن الثاني، عندهم هذه الساعه ما كيقراوهاش، وجاو كيجمعوا معنا كنديروا الحوايج ديال الدراري الصغار بوحديتهم، ديال الكبار بوحديتهم، ديال العيالات عاوتاني كذلك بوحديتهم، الاغطيه واللي ما صالحاش ما كتكونش بالصح كما كيقولوا الاخوان.
حتى هما كيتعاونوا معنا. البنات الحمد لله انهم ما قراوش هذه الساعه هذه تقاشر انتوما اي حاجه الحمد لله تقاشر الماء اتاي كل شيء الحمد لله. الصراحه تصدمنا في ناس بن سليمان فشكرا لكم شكرا لكم كاملين والله يرحم جميع الاموات اللي ماتوا في هذا الزنزال هذا. وان شاء الله نديروا انطلاق ان شاء الله غدا مع 12 ان شاء الله هذا هو اللي كاين. وحنا مازالين كنجمعوا باقي لنا حتى الغدا باقي كنجمعوا عند الناس فشكرا. وغنخليكم مع الاخ المختار من زعما. السلام عليكم. شكرا شيف تي في لان نتابع هاد المبادرات الانسانيه المبادرات المواطنه المبادرات الاحسانيه في خيمه التضامن خيمه المواطنه التي يقوم بها فعاليات المجتمع او ساكنه مدينه بن سليمان شباب مدينه بن سليمان نساء ورجال داروا هذه المبادره التطوعيه العفويه يعني من تقريبا من نهار اثنين وما تيديروا هذه العمليه هذه مواد غذائيه البسه اغطيه ملابس صوفيه. وحاولنا ان تكون بعض المساهمات اللي هي نوعيه بحكم ان الناس ما يمشوا لهم الاواني ديالهم كذا الكوزينات ديالهم فكتلاحظ معايا ان كاين مجموعه من الافرنه فرارا خداوهم هكا يا الشباب فهمتي مواقد الغاز يعني ما تحتاجه المطبخ المغربي في تلك المناطق. كاين مجموعه من الاواني سواء ديال الجاز ديال الالمنيوم كوكوطات طباصل كيسان صينيات برارد مقارج فالشباب توجهوا لهذه المساله هذه اننا نجهزوا يعني كاين مواد غذائيه ولكن ما كاينش فاش الطيب فاخذوا هذه المبادره هذه باش تكون هذه الامور النوعيه. نتعاون الدراري النقطه اخرى ديال الوليدات الصغار غيمشي يكلون غيمشي نعم نحاولوا اننا ندخلوا الفرحه على الوليدات تمايا غدا معنا مساعده يعني متخصصه نفسيه باش تحاول تخفف الالام ديال الصدمه على المناطق تما ممرضات متطوعات كذلك مجموعه من الدراري التقنيين في الكهرباء متطوعين الايادي البيضاء اللي هنا مساهمه معنا متطوعين تلاميذ المؤسسات التعليميه الاسر المغربيه كاين الامهات اللي جاوا ساهموا معنا وكيعاونونا حتى في الفرز ديال الملابس ولا الشباب اللي كيقدوا معنا المواد الغذائيه كل حاجه كتفصل يعني كتوزع بوحدها فشكرا ساكنه بن سليمان على هذه المبادره التطوعيه العفويه لمساعده ضحايا زلزال الحوز. مرحبا. اذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شو تي في صراحه شيء جميل جدا ورائع هنا في قلب مدينه بن سليمان شفتوا معنا كل شيء واقف سي هشام واقف الاخوان كاملين واقف الله يعطيهم الصحه مشاهدي قناه شوف تي في ما بقى لي الا نودعكم دمتم في رعايه. مرحبا سي هشام هذا واجب الله يعطيك الصحه الى اللقاء مشاهدينا الكرام.